العدد اللي أشرت له حوالي 26 ألف موظف خاص بمصلحة الأحوال المدنية. يعني هل تشوف إن هذا عدد كبير ولا لا عادي رأو؟ لأن الرقم صراحة شوف فيه إنه كبير. هل تستوعب المصلحة أصلاً هذا العدد ضمن، وبالإضافة إنه عنده موظفين أصلاً من قبل؟ جيد. هو 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 كادر وظيفي، يعتبر كادر كبير في المصلحة. نعم. لكن السؤال هل إن المصلحة محتاجة للعدد هذا أو لا؟ هذا نحن عندنا إشكالية هذه تعتبر إشكالية تشريعية. المشرع الليبي يقول إن المستندات هذه هي تعتبر وديعة عند المصلحة اللي هي مستندات المواطن. جيد. وفي نفس الوقت عامل قيد في الموضوع هذا ويقول إن لا يجوز لأي شخص الاطلاع على 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 بيانات المواطن إلا موظف الأحوال المدنية أو المواطن نفسه، بحكم أن المصلحة تعتبر مو يعني عبارة عن مستأمنة على هذه البيانات. وفي نفس الوقت أغلب مشاريع الدولة معتمدة على مصلحة الأحوال المدنية. لما بدير أي مشروع، سواء كان مشروع يعتبر تنظيمي أو مشروع صحي أو مشروع أمني، هذه كلها نعتمد على بيانات المواطن. نعم. ابتداء من الرقم الوطني إلى غيره، الإقامة وغيره. فهذه كلها الأمور تحتاج شنو؟ تحتاج إلى موظف هو اللي يطلع وهو اللي يتعامل مع البيانات هذه، بحكم أن القانون يمنع أن موظف مثلا من وزارة الصحة يطلع على بيانات المواطن. فهذا أمر يستدعي أنك تزيد الكادر الوظيفي. بعدين في مشاكل أخرى تتعرض لها الدولة، تحتاج إلى ستاف كبير، يعني تحتاج إلى فريق كبير للعمل عليها. من ضمنها اللي هو مثلا لو بيجون نطرحوا موضوع معالجة التشوهات اللي موجودة في بيانات الأحوال المدنية. نعم. نفسها تحتاج إلى فريق كبير، لأن أظن أنت بتطابق ما بين البيانات. نعم. الإلكترونية والبيانات الرقمية اللي موجودة، البيانات الورقية والبيانات الرقمية الموجودة عندك. نعم. هذا يحتاج إلى فريق كبير وإلى جيش من الموظفين بحيث أنه يقدروا يعالج الموضوع هذا بسرعة. نعم. في الحقيقة أنا طبعا على دراية كاملة بحجم الشغل اللي كان الفترة الماضية، وحتى حضرتك كان عندك شغل مضني بصراحة للإفراج على هذا العدد من موظفي السجل أو الأحوال المدنية. على كل حال أستاذ راشد الصعيتي رئيس أو نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية سابقا، أشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت فيه، ونتمنى أن الفترة الجاية نديروا حلقة على العديد من الملفات المهمة واللي ممكن نتكلم عليها وبين ضفرين، هو مسألة تزوير أو أن فيها تزوير للرقم الوطني لعدد من الناس، حنتأكدوا منها لكن أكيد حنشوفوا الفترة الجاية.